انهم يبقوا كويسين. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة ويعافينا يا رب من أي مرض إن شاء الله، وربنا يحفظ مصر وأهلها. آمين يا رب. حضرتك يا فنان كنت بتقلد زمان فنانين كتير، هل في حاجة حاضرة معاك دلوقتي ممكن تقلدها لنا؟ دلوقتي ما ينفعش. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن أنا الفنان ده عامل زي السمك في المية. لما يخرج من المية السمك يموت. بس انت لسه ما شاء الله انا جاي احضر برنامج. مش جاي امثل. بس انت كلك كوميديان، انت اي لو حاجه لو جيت امثل لازم اعيش القصه نفسها او القصه. انا جاي عشان كده يعني. انت مش حاضر دلوقتي فما اقدرش اعملها. لكن دي موجوده في كل حاجه دلوقتي، الناس بتسمعها كتير. احنا طبعا حافظين كل افهاتك. حافظين طالما عايشين في عمرنا الموبايل. طبعا دلوقتي احنا كل كوميديا. طبعا.